اليوم نحن في تحدي كبير كما قال السيد مدير الديوان الوطني للحج والعمرة. العدد بحمد الله تعالى، احنا ماذا بينا الجزائر كل عندها حصة دائما إضافية، لأنه شوق الجزائريين يكبر في كل سنة ويتوقون إلى حج بيت الله تعالى الحرام، وهذا محصى ومجرد ويلاحظ أيضا في موسم العمرة حيث ترتفع أعداد المتشوقين لكي يكونوا من الطائفين بالبيت العتيق والركع السجود. ناس يحبوا متعلقين بالبيت العتيق، متعلقين بزيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام وتلك البقاع الطاهرة. هذا هو يعني الرجل الجزائري كما عهدناه في حبه لدينه وتعلقه بكتاب الله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم.